مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معاكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج لف ودور وتشوف العالم كيف يدور. اليوم نحن موجودين في مكان أكثر الناس تحب تشوفه لما يسافرون، السوق القديم. اسم السوق في تشاناكالا أينل تشارشة. تعالوا معاي نشوف شو عندهم في السوق. هذا السوق انبنى عام 1889 وانهدم في حرب كاليبولي، وتم إعادة بناءه عقب بسنوات. أينل تشارشة يعني سوق المرايا، وتم تسميته بالاسم لأن بوابات السوق مزينة بالمرايا. اسم السوق لما انبنى كان باساج هاليو، وتم تغييره فيما بعد لأينل تشارشة. مثل ما ذكرت أعزائي في الحلقات السابقة، تشاناكالا كانت معروفة بصناعة الفخار المزجج، ومنها تم تسميتها بتشاناكالا واللي تعني قلعة وعاء. عشان شي نشوف فيها السوق منتجات الفخار المزجج بأشكال وألوان واستخدامات مختلفة، ومعظمها صناعة محلية. اللي يجذب السياح للسوق الجديم في كل بلد هي الصنائع المحلية، لأنها تعكس روح أهل البلد وتنقل الطاقة الإيجابية للصانع لما كان يبدع في خلقه. ونشوف في السوق صناعات محلية أخرى مثل الصابون والعطور ومنتجات الزيتون وكذلك الأعشاب الطبية وغيرها. كنتوا معاي اليوم أعزائي في السوق القديم في تشاناكالا. إن شاء الله البرنامج عجبكم، أشوفكم في الحلقات الجاية. مع السلامة.